أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة المشتركة المشكلة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، أكد أن اللجنة تستهدف إيصال الدعم لمستحقيه الحقيقيين وفقا للشروط والمعايير التي تضمن دعم المواطنين للتمتع بمستوى المعيشة الكريمة، ولا تستهدف تخفيض المبلغ المرصود للدعم ضمن الميزانية العامة للدولة والمقدرة ب 382 مليون دينار بحريني، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هناك من يستفيد من الدعم الحكومي وهو من ذوي الدخل العالي وفقا للمعايير المعمول بها حاليا، وهو ما ستعمل اللجنة على معالجته من خلال الوصول لصيغة متوافق عليها مع الحكومة لتحديد الدخل والمعايير التي يمكن معها ضمان الحياة الكريمة. وأفاد بأن اللجنة في اجتماعاتها توافقت على إعادة النظر في علاوة المعاقين بحيث تتناسب قيمتها مع شدة الإعاقة نظرا لحاجة شديدي الإعاقة لرعاية مكثفة، مبينا أن تعديل هذا الوضع يتطلب تعديل بعض القوانين أو اللوائح التي تنظم عملية الدعم، وهو ما ستعمل اللجنة المشتركة على الوصول إليه بالتوافق مع الحكومة الموقرة. ولفت سعادته إلى أن اللجنة ناقشت المبادئ العامة الأساسية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي وتوجيهه لمستحقيه ومقترحات الحكومة بشأن الأسس والمبادئ، حيث اتفقت اللجنة مع معظم المبادئ التي أوردتها الحكومة والتي جاءت متسقة مع المبادئ التي سبق وأن اعتمدتها اللجنة في الاجتماعات السابقة، فيما تبنت عددا من المبادئ التي سيتم تقديمها للحكومة للتباحث بشأنها في الاجتماع القادم.